vision du carton marocain, de la culture marocaine, de la grande culture marocaine, qui, encore une fois, précise à notre technicien que moi j'ai pas vu, malheureusement, je n'ai pas croisé, mais ils sont les bienvenus, bien sûr. J'ai aussi remercié le ministre Parsi qui est le public. Vous savez, les paroles s'en vont et l'histoire reste. Ce soir, je voudrais seulement vous dire, j'espère vivement que vous ne serez pas déçus. Tout le monde parle de ce film, tout le monde parle de ce film. J'espère qu'il sera à la hauteur de votre attente. C'est tout ce que je souhaite. Alors, merci beaucoup d'être venu et j'espère que vous ne serez pas déçus. Merci. ما عساني أقول أو أقول عن فيلم من رمل ونار للمخرج الكبير الكبير سهيل بن بركة. شوي تخيز ميت خرجت وأنا عندي واحد الانطباع ديال واحد الفخامة، واحد الانبهار بالعمل ككل، تركيز على لي ديتاي، لو كوتي ارتستيك، les décors, momentiline, l'investissement, le maddi ou le rouhi qui كان في الفيلم شيء هائل. كان نهني الاستاذ سهيل بن بركة وكنفتخر بان عندنا مخرج مغربي اللي كان عنده لو كوراج باش يدير عمل من هذا المستوى، وطرق الموضوع التاريخي اللي كنظن اول مره شي مخرج مغربي اللي كيطرق ليه. كنقول له شكرا. انا ما كنعتبرش راسي غيبه، دائما حاضره، اما من خلال فيلم سينمائي او مسلسل تلفزيوني او عمل مسرحي. يعني الجمهور ربما كيتابع غير التلفزيون، الجمهور العريض اللي كنعرفو المغربي كيتابع التلفزيون، ولكن الممثل ما يمكنش ليه يبقى دائما كيتستهلك في التلفزيون. خاص نوعو شويه، مره في السينما، مره في المسرح، مره في التلفزيون. وعاود الاختيارات ربما في بعض الاحيان لي بروبوزيسيون ما كتوافقش مع اختياراتي، وما تيوقعش الاختيار في الاخير، ولكن انا دائما حاضره وموجوده. الا ما كنتش السنه كنكون السنه اللي بعدها، وخصنا هكا نديروا التناوب، ما يبقاش نفس الوجوه دائما تستهلك نفس الوجوه. طبعاً الحال كنحيي تحية كبيرة للجمهور المغربي العزيز اللي احنا موجودين بالفضل ديالو، وكنبغيو كفنانين اننا نكونوا دائما في المستوى وعند حسن ظن للجمهور ديالنا، وكنبغيو يحبنا ويحب اعمالنا، وبلا بيه حنا ما كنسبوا والو. وعلى ذكر الغياب كنبغي نبشر الجمهور العزيز باني انهيت مؤخرا تصوير مسلسل عيون غائمه للمخرج سعيد خلاف، المخرج الجميل اللي كنظن هذه اول تجربه تلفزيونيه لي بالنسبه ليه في الدراما. وكنبشرهم بان المسلسل غادي يخرج قريبا ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. دور جنان. جنان هو واحد الوزير اللي كان داير فيه الثقة الملك، ولكن هو اللي كيحاول يقول له بلا هذاك راه غير واحد الوصولي وكذا وكذا، ومن بعد كنشجنو وكيقتلني وكيهرب. هذا الشيء كله استطاع سهيل بن بركة، قصص موجودة، ولكن خصك مخرج اللي كيتناولها، مخرج اللي عنده الأدوات باش يوصل للناس، مخرج اللي عنده الإلمام وعنده الثقافة التاريخية وعنده أشياء من هذا القبيل، هذا اللي توصل لنا الفكرة. الأفكار موجودة، كل شيء موجود، ولكن خصك مخرج اللي مبدع اللي كيوصل. هذا هو المهم في هذا الشيء هذا. واللي بغيت نقول لك بالله سهيل بن بركة دار البصمة ديالو العالمية في السينما، وشكرا.
مساء الخير. طبعا أنا موجودة بالمغرب بسبب التكريم في مهرجان السينما والمدينة، وعندما علمت أنه سهيل عنده فيلم مغربي كبير الإنتاج أحببت أن أشارك في الحراك الثقافي المغربي، فمتواجدة بين أهلي وبين ناسي وجمهوري. مادلين طبر. وفي حقيقة بالنسبة للجيل ديالي أنا اللي سمعنا بأن كاين فيلم جديد ديال سهيل مبركة، كانت واحد مجموعة ديال الانتظارات، لأنه كنعتبروا حنا من المؤسسين ديال السينما المغربية، كنعرفوا بأن الجيل ديال السبعينات في الأندية السينمائية كانت تأثر بواحد الفيلم كبير ديال سهيل مبركة هو ألف يد ويد، وكانت واحد المناسبة اللي اكتشفنا فيها مخرج متمكن من الأدوات ديالته السينمائية، واللي زكاها بالأفلام الكبيرة اللي دار من بعد، خاصة أنه كيشتغل على مواضيع اللي كتدفع في اتجاه تعطي السينما المغربية بعد عالمي. مثلا في الكاستين كنشوف كيجيب ممثلين كبار إلى آخره، وهاد المعطيات كلها سواء الجمالية أو من ناحية ديال الإخراج أو من ناحية ديال الإنتاج زكاها في الفيلم ديالو ديال اليوم ديال من الرمل ودماء، وأعطت للسينما المغربية مكانة اللي كتوضعها في السينمات الكبيرة بمصطلح ديال سوبر برودكسيون، ما يسمى بالانتاجات الكبرى اللي قليلة في السينما المغربية. والآن سهيل مبركة عطانا نموذج ديالها، خاصة في موضوع شائك جدا كيرجع بينا لبداية القرن التاسع عشر، اللي فيه عدة معضلات اللي في الحقيقة كنعيشوها اليوم، ولكن معالجة كتدير قراءة سينمائية للتاريخ، ماشي وثيقة ديال التاريخ بل معالجة سينمائية للتاريخ، وهذا بالنسبة لي مكسب كبير للسينما المغربية. جانبين، الجانب الأول هو جانب الممثل، والجانب الثاني هو جانب منفذ الإنتاج، بمعنى أنني تابعت سهيل مبركة لمدة سنوات وكصديق، وكذلك رافقته في درب كتابة السيناريو مع برنارد ستورا، وكذلك في التهيئ للفيلم ديالو. سهيل مبركة بطبيعة الحال معروف كمخرج يشتغل على الأفلام ذات طابع العالمية باختياره لممثلين بجنسيات متعددة، لأنه بطبيعة الحال يكون عندك ممثلين دافيش كيقدروا تحصل بهم على الدعم وتقدر يمكن تدير أفلام ملحن. وهو يشتغل على هذه الافلام البيبلوم اللي فيها دي سيكونس ديال المعارك، فيها مشاهد متنوعه ومتعدده، كاين دي روبونديسمون في السيناريو، السيناريو محبوك جيد، وهذا هو اللي كناكدوا عليه دائما. ملي كيكون عندك سيناريو جيد يمكن تكون عندك اشتغال ومعالجه اخراجيه تكون تعطيك واحد القوه اللي في الفيلم ديالك السينمائي. الجانب كذلك اشتغلنا على تركيب سيناريو اللي يمكن يكون في صالح السينما، وكذلك لتوضيب اربع مشاهد لخمسين دقيقه، بمعنى غادي تكون كات ايبيزود للتلفزه، وكذلك غادي يكون هذا الفيلم اللي استخلصنا منه ساعتين 115 دقيقه. اذا الاشتغال كان بالمغرب بالتقريب بكل من الدار البيضاء وطنجة وفاس ومكناس وسلا وأرفود وورزازات، بحوالي 10 مدن تقريبا من 65 ديكور. هذا من جهة، ثم اشتغلنا كذلك بروما بجنوفا وإيطاليا في 3 مدن، وكذلك بإنجلترا. الانتاج ديال الفيلم كان حوالي 80 مليون ديال الدرهم، اللي حصل على 7 ديال المليون ديال الدرهم من طرف المركز السينمائي المغربي، ما تبقى كان من المشاركه الايطاليه والاسبانيه والانجليزيه في الفيلم، ثم ان كذلك المنتج استكمل الجانب اللي كان خاص باش يمكن يكون هذا الانتاج. بالنسبه للتمثيل بطبيعة الحال سهيل مبركة دائما يقول لي أنت قبل كل شيء ممثل ولك كفاءات ولك قدرات في التشخيص، أنا أريدك أن تلعب معي دور، وإن كان دور ليس بالحجم الرئيسي ولكن دور محوري في الفيلم. فقلت له عفيني، قال لي لا أبسوليمون جوتيان أسكو تو جو سو رول. فب إلى ترو انسيستي، أكد بزاف عليا وقبلت نلعب هذا الرول
الى جانب العبء والثقل ديال الانتاج. نتمنى يعجبكم، نتمنى يعجبكم الفيلم كله، ارقاء ارقاء المستوى الافلام الفرجويه اللي تعطينا تمثل المغرب وتمثل السينما المغربيه في المنتديات وفي المهرجانات العالميه. نتمنى الجمهور يجي ويحج بكثره يشوف فيلم من رمل ونار لسهيل بن بركه. مرحبا بكم في القاعه السينمائيه ابتداء من 2 اكتوبر 2019.